أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب اقتراب الإعصار هارفي، وهو أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة. وأوضح ترامب في تغريدة له أن إعلان الطوارئ جاء بناء على طلب من حاكم تكساس بغية تقديم المساعدات الحكومية للولاية بشكل كامل. بحسب مراكز الأرصاد الجوية، فإن الإعصار قد يؤدي إلى هطول كميات ضخمة من الأمطار، كما يتوقع أن يتسبب بارتفاع منسوبية مياه البحر إلى أكثر من 4 أمتار في بعض الأماكن. من عاصفة شديدة إلى إعصار من الدرجة الرابعة بعدما وصلت سرعته إلى نحو 215 كيلو مترا في الساعة. هارفي، الإعصار الذي بدأت رحلته تتجه إلى شواطئ الجزء الأوسط من ساحل تكساس، ومن خلفها توقعات بأن يصبح أقوى إعصار يضرب أمريكا خلال 12 سنة الماضية. السلطات الأمريكية سابقت الإعصار وأجلت عددا لا بأس به من السكان، كما رفعت درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بتكساس في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفيدرالية في مواجهة هارفي، الذي سيبدأ بعد ساعات باجتياح المنطقة الساحلية بأسرها مهددا بإغراقها بفيضانات كارثية. ما هي إلا ساعات قليلة من بداية زيارة هارفي الضيف الذي أحدث ارتباكا لدى متخذ القرار في البيت الأبيض، إلا وأن تسبب الإعصار في تدمير عدد من المنازل في المنطقة بينما تصاعدت المخاوف وسط الأهالي. أنا ذاهب لاتخاذ الاحتياطات الإضافية لأنني لا أريد أنا وزوجتي أن نكون عالقين وسط الفيضانات. نحن نحصل على ألواح من الخشب لتغطية النوافذ كي نأخذ الاحتياطات اللازمة من هذه العاصفة. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يتوقع حدوث فيضانات مدمرة تهدد الحياة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة قرب الساحل، ما أدى إلى تحصن المواطنين في المنازل وإلغاء عشرات الرحلات الجوية والدراسية في عدد من المدارس على طول الساحل جنوب تكساس في ظل خشية من وقوع كارثة إنسانية بسبب الكثافة السكانية التي تقدر بنحو 5 ملايين و800 ألف نسمة.